وأعلنوا بها حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. طبعا هو بالحديث بذكر خمس حالات بس أنا يعني يعني بأكد على يعني إحنا دكتور خلينا نتوقف عند المسؤولية الحكومة بهذه القضية ومسؤولية الجهات الأهلية والمدنية والقطاع الخاص والرعاة وهؤلاء الأطراف الذين يعني متورطين بشكل فاضح بهذه الفضيحة وبهذه الجريمة. أكيد يعني أنا السؤال اللي بتساءل فيه وبدي أظل أتساءل فيه البلد لوين رايح. نعم. إحنا كلياتنا لازم نسأله، مواطنين مسؤولين كل الشعب الأردني لازم يسأل إحنا وين رايح هذا البلد. نعم. أنا من هذا البرنامج بحذر الحقيقة، بحذر المواطنين وبحذر المسؤولين. اليوم مهرجان قلق يعني أقلقهم الله في حالهم ومآلهم حتى يؤوبوا إلى رشدهم. أنا ما بدعو عليهم، يعني هل الأردنيين بحاجة لهكذا مهرجان؟ أيوة يعني أنا بدعي إلهم ما بدعي عليهم. يعني هل الأردن بحاجة في هذه الأزمة وهذه اللحظة اللي بيعيشها ليك مهرجانات؟ طبعا. هل هذه الثقافة والتنوير والإبداع والفن والاحتفال؟ بالضبط. هذا مهرجان بيت بليل. نعم. وتآمر المتآمرون. نعم. من هم المتآمرين؟ من لا يريدون الخير بهذا البلد بالهويات يعني بشكل معلن. احنا بنحكي الناس يعني نحكي في المطلق والمجهول. لا لا انا خليني اقول لك هذا، من لا يريدون الخير بهذا البلد لهذا الوطن من الداخل والخارج. نعم. كلهم معنيين لما يحاولوا انهم يمسوا القيم الأصيلة وعاداتنا. نعم. وتقاليدنا. اللي كل اللي مهدوا سبيل لهذا المهرجان بما فيهم الحكومة؟ أكيد الحكومة. نعم. رقم واحد. يعني ليش هي الحكومة مش مدانة؟ وزارة الثقافة مش مدانة؟ نعم. أقول لك الحكومة وزارة الداخلية وزارة السياحة الداخلية مش مدانة، أمين العاصمة. نعم. أمين العاصمة مش مدان لما أمين العاصمة يرخص. نعم. لمثل هذا. بعدين هذا الترخيص زي ما حكينا قبل ما نسجل، يعني بتحس إنه في شيء مبيت بليل كما قلت. نعم. وبتحس إنه فيها ملعوب يعني. نعم. إنه أنا بخليك تعمل الموضوع هذا وبعدين شو يعني بوقفك ضمن إيقاف يعني مؤامرة قوة خفية كفالة. نعم. وبتروح ولا نبزن. نعم. وهذا يعني اللي بيعملوا هذا الشيء يعني دكتور أمجد شموط مبيت في ليلا عدو داخل وبالخارج مؤامرة على الأردن.